أنتم أعلم بأمور دنياكم. على المدير أيضا أن يحذر النواحي السياسية، لا ينتمي لحزب من الأحزاب، لا ينتمي لحزب من الأحزاب، فإن الحزب الآخر قد يعاديه ويدمر له الشركة من الأصل. على المدير أن يكون فطنا، أنك إذا ارتميت في أحضان السياسة، اليوم رئيس يأتي غدا رئيس، هذا الرئيس يقلب، وزير يأتي غدا الوزير يقلب، فلتكن سياستك أصلها مرضاة الله ورسوله، أصلها مرضاة الله ورسوله، تنال حب الخلق لك، وإن حزن منك شخص يوما سيرضيه الله سبحانه وتعالى عنك. وفي الحديث أو في الأثر: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه أرضى عنه الناس. فدائما احذر النواحي، لا أعني السياسية، السياسة معناها قيادة الناس، سوس الناس قيادتهم، ولكن انتبه لأمور، منها ما نوع الوزير الذي يتابعك، ما نوع الرئيس الذي يتابعك، كن حذرا مستقيما على أمر الله، ولن تضيع ما دمت مستقيما على أمر الله، لن تضيع يا مدير إذا كنت طائعا لله ورسوله، ولكن تلزمك الحكمة وتلزمك الموعظة الحسنة، تلزمك الحكمة في معالجة الأمور وتلزمك الموعظة الحسنة، فعالج الأمور برفق، عالج الأمور برفق، وكن طائعا لله طائعا لرسول الله. هناك طبعا أمور التخطيط التي تختص بالشركة، داخلة في قول الرسول عليه السلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. احذر على ألا تصادم نصا شرعيا، لا تصادم نصا شرعيا، وكما أسلفنا لا توسع دائرة العمل بالربا، لا توسع دائرة العمل بالاقتراض، لا توسع دائرة العمل بأموال تستثمرها للناس وبعدها تنصب عليهم أو تعطيهم ربحا وأنت ما ربحت، كالذي يحدث الآن في الأوساط التجارية، واحد يفتح يديه لأخذ أموال الناس لاستثمارها، تعطيه 100,000 في الشهر، يعطيك 100,000 يشغلها لك، يعطيك في الشهر 2,000، فأنت تقول خلاص البنوك حرام وهذا حلال، هذا تتسع دائرة العمل معك وليس عندك عمل في الأصل، يوازي هذه الأموال المنصبة عليك فتبدأ تعطيهم ولو خسرت، ولا خافا من أن يسحبوا الأموال منك، فإذا بك تكشف بعد مدة وأموال الناس كلها قد ذهبت. إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا وبهذا القدر أجتزئ، حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا الله التوفيق وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.